السعادة بالحياة هي المصالحة مع الذات، هي الاطمئنانية اللي بيعيش فيها الإنسان بحرية داخلية بسلام وبأمان. بالنسبة لي يسوع هو مثل ما بينقال بالإنجيل الطريق والحق والحياة، وكل واحد بده ينبش على طريقه، على الحقيقة بالحياة، على الحق بالحياة، ما بيقدر يلاقيها بمفهومها الحقيقي إلا بيسوع المسيح. مرانا سعد، حضرتك مديرة جو القديسة رفقة ومعهد القديسة رفقة الموسيقى، أهلا وسهلا فيك. شكرا، أهلا فيك. إذا بدنا نحكي سنوات عديدة لورا، شو اللي خلى سير مرانا تدخل على الدير وأيمتى كانت؟ هو كل إنسان من بعد ما يصير بعمر 18-19 سنة بيتسأل على كتير أسئلة بالحياة، اللي هو وضع الشبيب اليوم بالجامعات، خاصة بعد الفصل بين المدرسة وأول سنة جامعة، فبتسأل كتير أسئلة وجودية، إن كان معنى الحياة شو هو، معنى الجمال بالحياة، معنى مفهوم الحياة بحد ذاتها، شو هو الإنسان، وين رسالته أو وين دعوته. فهالأسئلة كلها أنا وعيت بوقتها عندي، وكنت أطرح كتير أسئلة أنه أنا شو لازم كون. وكنت بلشت بأول سنة جامعة، كنت عم بعمل توريزم، ومن بعد أنا عم بعمل بهالسنة هالاختصاص حسيت أنه لا، مش هيدا مطرحي. وان بتصيري انت مع اسئلتك توضح اكثر انت شو بدك بهالدنيا. وطبعا انه انا بنت كنيسه وكنت قريبه كثير من ربنا، وتعرفت انه شو ممكن يكون بالاختصاص، وين بتصيري بعملك، وين بتصيري بعائلتك اذا بدك بعدين تاسسي عائلتك، او انه الدعوه الرهبانيه اللي كمان انا بنت رعيه بمار يوحنا مرقس جبيل. فكنا نشوف، يعني أنا بنت كمان مدرسة سينكور، فعم نبش على حالي. أخذت الموضوع كتير جدي، لبل أنه سألت كتير أسئلة عن الحياة الرهبانية، وكنت أقصد بوقتها رئيس الأنتش الأبيات اليوم طنوس نعمة ليخبرنا أكتر عن الحياة الرهبانية، وهيدا الشيء قوينا أكتر شوف حالي إذا أنا جوا ولا لا. زرت الدير عدة مرات بس ما كانوا أهلي يعرفوا، فهيدا الشيء تتساءل إذا أنا قادرة على هالمسؤولية الكبيرة أو هالرسالة أو هالدعوة، لأنه واحد بده يحسب حسابات قبل ما يفوت على أي قرار، خاصة إذا قرار مصيري، مثل ما البنت وقت بدها تتجوز بدها تتأكد إنه إذا حقيقة هيدا الشخص هو مناسب لحياتها لأسس عائلة معه. فأخذت تقريبا سنة، لأنه أنتوا عم تاخذي هالقرار بدك تشوفي كتير إشياء مستعدة تتخلي عنها، مستعدة تقولي أنه أنا جاهزة لهالأمور، وخاصة أنه كمان في نوع من التخلي من الأمومة الجسدية اللي هي أكتر شيء بتعني للمرأة. هيدا يمكن أكتر شيء أخذ معي وقت تقررت. ومن بعد هيك كان في كمان احترام الأهل والرضا تبعهم، يلي تعرف الأهل تيتخلوا عن ولدهم بتبقى صعب، وخاصة بس يعرفوا أنه رايح يترهب بتكون صعبة، يمكن في الأهالي بيتمنوا. على أهلي كانت شوي صعبة، فاحترمت كمان قرارهم أنه تتروى شوي، يمكن تكانوا هني مرقت وبلشوا يستوعبوا القصة. يعني كلها على بعض شي سنة ونص كنت أخذت قراري وبعدين دخلت الدير. هدف سير مرانا شو؟ ومنعرف أنه بكل هالمسيرة، يمكن بفترة المراهقة الإنسان بيكون ملهي، يمكن بشكله، يمكن ملهي بالكاريير تبعه، يمكن عنده أحلام مادية حابب يحققها، شو كان الهدف؟ ليكي أنا وقتها كنت عم بسأل هالأسئلة كلها، كنت لاقي في كمال بحضور الرب بحياتي. يعني بحس أنه أنا كنت بنت طبيعية، يعني كنت أنبسط أظهر مع رفقاتي، كنت حب وكان عندي أصدقاء وكان كل شيء طبيعي، ولكن بكل هالنقاط يبقى عندي شيء مرحلة أو إذا بدك نقطة فراغ. هذا الشيء كنت لاقيه أنا بعلاقتي مع ربنا، ووقت اللي كنت حس أنه هون في كمال، في الفرح اللي أنا بنبش عليه، تشجعت أكتر أنه يكون بهالدعوة. هلأ بتقولي لي شو هدف دعوتك؟ أنه أتكرس طبعاً لربنا، أتكرس ليسوع المسيح، وكون عطر طيب يعني مسيحي طبعاً، ونعطي أو أعطي رسالة كمان طيبة مطرح مني. وبالنتيجة بس قلك أنه أنا هدفي أتكرس للمسيح، كل المسيحية هدفهم أو مفروض يكونوا مكرسين للمسيح. حد هيدا الشيء بتصير كيف بس تأسس عائلة، بتصير تحس أنه المسؤوليات عم تكبر،
بالرهبانيات بتصير تحسي انه هدفي كمان اخدم الكنيسة، هدفي انه نغمر كل ابناء الكنيسة، ننتبه على كل شخص، نساهم بيمكن نمو الروحي والإنساني والاجتماعي مع كل إنسان، مع كل عائلة، بصلاتنا، بخدمتنا، برسالتنا يلي كل واحد بالمواهب اللي ربنا عطيها. هذا هو اليوم هدفي، وطبعا كله لمجد ربنا. لك بعد تاريخ الإنسان تبين أنه الألم هو موجود بالحياة، بغض النظر شو نوعه أو شو كبره وشو حجمه، وكأنه هيدا فيت بمسيرة الإنسان الخلاصية، وبتخيل أنه هيدا المزيج بين الألم والصحة، الحزن والفرح، هو اللي بيعمل اتزان الإنسان. أنه من أنا وصغيرة ربوني أهلي على الإيمان، وكنا نقرأ الإنجيل بالبيت، وخاصة بحكاية البابا الله يرحمه ويقعدنا ويفتح حديث نتسير فيه يعني فلسفيا إذا بدك. وبعد هيك طبعا كنت ملتزمة بالرعية. هيدا الشيء اللي خليني اتساءل، يعني وقت اللي أنا كنت عم بتساءل على مين بدي يكون بالحياة وشو دعوتي وشو هدفي، كانت هيدا الأوبسيون أو الخيار كان من الخيارات الأخرى لأنه موجود بحياتي. طبعا مع الوقت نمي أكتر، لأنه وقت بكون بالبيت بيكون الإيمان عاطفي أكتر، بس مع الوقت مع البحث عن الله بتصير أكتر عم تشغلي إيمانك وعقلك، تشوفي تاريخك شو هو، تاريخ الإنسان شو هو، تاريخ المسيحية شو هو. هذا الشيء زاد ونمى إيماني أكتر وأكتر، إن كان بالعقل وإن كان بالروح وبالقلب. نعم، اليوم النضوج بالحياة بالمسيرة الروحية قديش مهم إنه واحد يثبت بيسوع. ليك أوقات الشك علامة اليقين مثل ما بيقولوا، لأنه بيخلق لك مدى أكتر بالتأمل، لأنه في كتير إشياء أوقات بالحياة مش بس بقصة الإيمان، بكين الإنسان بشككك، بيطرح لك تساؤلات. يعني كمان الركود، إذا واحد أنه أنا بآمن وخلص بسلمها التسليم ما بيعود يتساءل على شيء، ممكن يفوت بنوع من الروتين الإيمانية. طبعا الحلو واحد يثبت أكتر وأكتر بإيمانه، بحبه ليسوع المسيح، بحبه لكنيسته، ولكن هذا كل ما نبش كل ما ثبت أكتر، مش العكس. يعني الثبات منه حالة استقرار، الثبات هو بحث دايم، وكل ما أنا أبحث عن يسوع المسيح وأتعرف عليه أكتر، كل ما بحس أنه أنا حقيقة متعلقة بإيماني وبمسيحيتي أكتر، ومدعوة إلى أن يكون مسؤولة عن هالرسالة اللي بدي أحملها لكل العالم. نعم، تجارب موجودة بالحياة، اليوم سر مارانا كيف بتقاوم هالتجارب وبشو بتتسلحي؟ هلأ كل واحد عنده تجارب بالحياة، إن كان الإنسان مجوز أو الإنسان بشغله في تجارب، وما كان بحياتنا الرهبانية طبعا في كمان تجارب مختلفة من جميع الأطر. فيها تكون برسالتك أنت عندك تجارب، يمكن واحد ينغار يروح بأنانيته أكتر، أنه أنا وين ممكن أوصل، ممكن بالإطار الاجتماعي مع علاقته مع الناس إلى آخره. هلأ أنا كيف بجيبها شيء، عطول بسأل سؤال اللي برناردوس طرحه وقتها فات على الرهبنة، وكل يوم يطرحه أنه لماذا أتيت الدير يا برناردوس؟ يعني أنا بسأل حالي عطول أنه أنا شو جيت أعمل هون؟ وهيدا الشيء بيرجعك على هدفك الأساسي، أنه لا، أنا جيت أتكرس لربنا بغض النظر شو بيصير في قدامك، من إشياء حلوة من إشياء بشعة. أوقات التجارب مش تجي عطول على الإشياء الحلوة، بتجي أوقات على الإشياء البشعة. يعني ياما بتعترضي بقصص مش حلوة، يمكن تقولي أنه لا أنا مش هيك بدي، بترجع إلى العمق، يعني هو اللي بيخليك ترجع تتحدي كل التجارب وتكملي بمسيرتك، أنه أنت بالعمق شو بدك، مش الآخر شو بده، مش أنينيتك شو بدها، بالعمق وين سلامك اللي السعادة اللي حكيت عنها بالأول، وين سعادتك وعلى شو عم فتش. نعم، هذا الشيء اللي بيخليني أتحدى كل التجارب. نعم، سر مرانا اليوم بالمسيرة الروحية أكيد الإنسان مع الوقت بيتقدم لقدام، برأيك التجربة هون بتخف مع الوقت ولا ممكن تصير أقوى بس الإيمان بيقوى أكتر عليها؟ لا بالعكس، بتعلم. يعني كل تجربة إلى درسها، وانتبه أوقات يمكن واحد بيوقع بالتجربة وبيرجع بيتعلم منها. من هيك الأباء السريان كانوا يسموا المسيحية
ابناي ابنات كيومو، يعني ابناء وبنات القيامة. وهذا الشيء مش بس تيخبروا انه نحن ابناء المسيح، بقدر ما انه طبعا على الصليب، تعرف المسيح ورايح على الصلب وقع عدة مرات، وياما كمان في ناس بدها تشقلنا بهالوقعة. يعني اذا بتتذكري بنص الانجيل بنشوف القيروان يحمل معه الصليب، يعني اوقات في ناس بتنقذ ناس من وقعاتها. لا، وهيدا بيكون كمان حتى درس ايجابي، يعني هالوقعة ممكن تصير. ونفسيا او بسيكولوجيك ما بيقولوا بدك تتقبل ضعفك، انه الانسان ضعيف. وياما في ناس بتوقع بتجارب، يلي ما بيوقع بتجارب بنقول له مثل ما بيقول المسيح، ما منكم بلا خطيئه فليرجمها بحجر، لانه كل واحد قاطع عليه بالحياه تجارب، كل واحد قاطع عليه اشياء حلوه واشياء مش حلوه. فالمهم انه يتعظ منا، وهيدي الوعظه اللي بياخذها من هالدرس او من هالوقعه بتعلمه، وهيدا الشيء بيخليه ينمى روحيا واجتماعيا. وبيقولوا الحياه بتعلم والخبرة إلى دور، ومع الوقت كله بصح. في شغلة هون بحب أقولها كمان، بمؤسس الرهبني عبدالله كرعلي وقت اللي حكي عن عيش الفضائل وعيش القيم الرهبانية، بيقول ببلش الرهب فيها بكثير من التعب، بعد فترة بقليل من التعب، إلى حين يوصل بلا تعب وبفرح. يعني تتوصلي على الفرح اللي بدك إياه مش هينة، بدك بتمرق بكثير من التدرب على انك تقبلي هالشي وتتمرسي عليه بصعوبة تتوصلي بعدين تتعيشيها بفرح. هلا كل واحد هو وهمته، يعني بتعرفي في ناس بناخدها بالامور الدراسية، في ناس بتعمل 5 سنين بثلاث سنين، في ناس بتاخد 5 سنين بعشر سنين، حسب هو كيف رايدها كيف حبيبها. هو الحب كفيل انه يسرع الامور كلياتها، لانه الانسان بس يكون بيحب بيندفع. يعني اذا حقيقة حابب ينبش على هالشي بيوصله بصلاته، بيوصله بإرادته، لأنه كل أمور الحياة هي خبرية قرار، وخاصة أنه ربنا خلقنا أحرار. حتى بإيمانك أنت حرة، يعني بيقول مار أغسطينوس ربنا خلقك من دون إرادتك، بس ربنا ما بيقدر يخلصك إلا بإرادتك. هذا قرار شخصي بيصير، أنه كل واحد أمتى ناوي يخلص نفسه يخلص حياته. على ضوء اللي حكيتيه سور مارانا، كيف فينا نطبق هالمسيرة اللي حضرتك انت عم تشتغلي عليها بالدير بالحياة بالمجتمع؟ يعني الناس بتسأل انه الرهبات والرهبين بيقدروا يعملوا هيدا الشيء، بس نحن علمانيين ما بنقدر. هلا مش مزبوط، لانه كل واحد بنتيجة بده يكون مسؤول على رسالته. يعني اليوم بعطيكي مثل، مش بس البي والام، اليوم وقت اللي اهل المنطقة بينتخبوا رئيس بلدية بده يكون وفي لمسؤوليته، يعني هو جاي لخدمة هالبلدة، لهيك خدمة هالضيعة، بده يكون بحب أبنائه، بده ينسى حاله ويكون بتوظيف كل المواهب اللي عنده، مش مثلا يستخدم طاقات من برا مفترض تكون يمكن لمصلحته الشخصية. هذا الشيء كمان بيصير مع الأم وقت اللي بيصير في شوية تحدي بين شغلها وبين تربيتها لأولادها، أنه واحد بده يتسأل أولويتي شو، رسالتي شو، أنا لشو جيت لهون. يعني مثل ما سأل برناردوس بالدير، مثل ما نحن نسأل لشو فتنا على الدير، كل واحد يسأل لشو فات بهالمسيرة إذا ما بده يكون مخلص لإلها، إذا ما بده يكون مسؤول. المسؤولية شغلة كتير مهمة، للأسف أنه مش كل العالم مسؤولة، وهيدا الشيء اللي بينجروا فيه اللي منه مسؤول، بينجر بالتجارب وبكل هالصعوبات وبيروح فيها، ويمكن أوقات بينهي حياة غيره وبيحط حياة غيره بخطر من دون ما ينتبه. فهون الوعي، إن كان كأم وكبي كموظف كمدير كنايب كوزير، قدي أنا حقيقة واعي لمسؤوليتي، شفاف مع الآخرين، قدي بدي يكون محب اللي عم بعمله، وبنفس الوقت رغم كل الاشياء اللي بتجيني لمصلحتي اتخلى عنها كرمال الخير العام. يعني هون الحافز مين بده يكون بالاساس، يعني ليكون عنده كل هالقيم برايك؟ الضمير والوعي اكيد، لانه بنتيجه كل واحد عنده ضميره، هو الضمير الوحيد اللي بيخليك، الضمير يلي حضوري انا قدام ربنا، هي هو الضمير. يعني انه ما حدا بيعرف انسان الا ذاته، يعني هو ما رح ينام على مخديته سعيد، ولا رح يكون حر، ولا رح يكون بسلام إذا ما كان شفاف. لو كان عم بيكذب هيدا الشيء، بده يجي نهار وبده يحس حاله حزين، بده يجي نهار بده يحس حاله وحده، بده يجي نهار يحس حياته مش حياة،
وهيدا الشيء اللي بيوصل كتار من المشهورين وكتار من المعروفين على مطرح من اليأس من الحزن. يعني هيدول علامات هي ضد السعادة، ضد الراحة، ضد السلام، ضد الأمان. هي كلها علامات يعني وقت الواحد بيحس حاله بهالهبوط هاليأس، هي علامات نتائج هالتجارب يلي بتعكس السويداد على حياة الإنسان. نعم. مشاهدينا وقفة صغيرة بنرجع منتابع الحوار مع سار مرانا سعد. مشاهدينا عودة لمتابعة الحوار مع سار مرانا سعد. مسار، اليوم الشغل على الذات قديه بيفيد الإنسان إنه يمتلي من حضور الله بحياته؟ كل إنسان بينبش عطول على الحقيقة، وكل إنسان بالحياة هو باحث. وبشكل خاص نحن نعرف إنه من زمان لليوم كل واحد بيسأل عن التكوين، عن حاله، عن ليش بتصير هالأمور، ليه ما في عدل بالحياة. وهيدا البحث هو كل ما يفوت بالعمق، كل ما يتقرب من ربنا أكثر، كل ما ينال أجوبة. وهذا الكفيل إذا بدك ليريح الإنسان، لأنه البعد عن الرب ولا مرة كان حل. نحن بنشوف مع كتير من الفلاسفة، كتير من السياسيين، كتير من الشعراء يلي عملوا طريقهم الخاصة بس ما وصلوا. يعني لبل أنه شفنا أنه مع الرب اللي بحث عن الحقيقة من خلال ربنا، من خلال يسوع المسيح، وصل على الحقيقة، وصل أنه خلص غيره. وهيدي الهدف، العودة إلى الذات بالخلاص. أول شيء ببلش بخلاص النفس، ونيك بيقول نعم طال الحردين الشاطر اللي بيخلص نفسه، لأنه بس توصل لتخلصي نفسك، بس تفوت على هالعمق قدرة تخلصي غيرك معك. يوم شو اللي بيساعد الإنسان أنه يكتشف أخطاءه ليقدر يشتغل عليهم؟ الآخر اللي بيساعدك، والآخر اللي بيحبك. يعني ياما في ناس بتكون صادقة معك، أوقات أنيتك ما بتسمح أنه يقولوا لك أنه أنت هون مغلطة، بس عطول الجميع اللي حواليك، الآخر يعني مش الفرد بس، الجميع. والحوار هو اللي بيقوي هالشي، والثقة. يعني أنا وقت اللي بكون عم بحكيك بكل ثقة أنت بتتقبليني، وقت اللي أنا بدي كون عم حبك باللي عم بقوله بتتقبليني. وهيدا الشي اللي بيخلي الإنسان يكبر ويتقبل أخطائه ليصلحها. اللي متكبر ما بيقبل النصايح، ما بيتطور ولا بيتقدم بالقصص، إن كان الإنسانية والاجتماعية والروحية. من هيك بالماضي يبقى كل راهب عنده معلمه، أو كل إنسان عنده مرشده. اليوم للأسف منشوف أكتر كتر البسيكولوج، مع تحية وجهة للبسيكولوج، بس يعني كثرة الأمراض النفسية أكثر ما كثر الاستشارة. يمكن لو الإنسان قبل ما يقع بهيدا الشيء بيستشير بحياته، يكون عنده شخص مميز يكون مرشده، مش بالضرورة يكون كاهن، مش بالضرورة يكون راهب. ممكن تكون هالمرشدة هي الأم، ممكن تكون هالمرشدة هي صديقة، ممكن تكون هي الأقرب للعائلة.
هيدا الشيء او 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 رجل مش 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 بس امراه، هيدا الشيء هو بيخلي الانسان يخفف من فشله بعد المطارح، بيعزيه، بيعلمه كيف يخطو خطوه جديده رغم انه بيكون في مطارح ما نقص، وهيدا اللي بينمي الانسان. التواضع هون مسار قد ايه بيلعب دور عند الانسان؟ ليك الحب هو اساس كل شيء، لانه التواضع هو كمان عربون حب. واحد كمان بده يشتغل على حاله، وبنعرف انه ان كان بالحياه الزوجيه ولا بالحياه الرهبانيه ولا بالحياه الاجتماعيه الطبيعيه العمليه، واحد بده يكسر من ذاته، يعني الا ما يكون مطرح بده يكسر من ذاته، بده يعرف يصمت، بده يعرف يتقبل. يعني ياما في ناس بمطارح كثيره بتكلها تسكت بوقتها لمرحله انه لابد انه مع الوقت كل شيء بيزول، والوقت كفيل بحل كل الامور. هيدا اللي بيفوت بهالعمق وبهالحكمه بيخلي للتواضع محل، بيخلي للتسامح محل، بيخلي للوحده محل، بيخلي للصلحه محل، وهذا اللي بيبني مجتمع. بحكي يمكن عن شيء انا كمان مرقت فيه، بيبقى شيء اعطيتي له كل حياتك وكل تقلك، وممكن يكون في تحرطق ببعض المطارح. انا سلامتها ربانيه، يعني بمطرح ما بتقولي اذا ربنا رايد هيدا الشيء يصير بيصير، وهيدي خبريه ايمانيه بذات الوقت، خاصه اذا انت بتعرفي شو هدفك. يعني اذا انت هيدي الشغله بالذات منا هدفك النهائي بالحياه، يعني انت مش من اجلها خلقتي او دعوتك كلها متعلقه بهالشغله، بتحطيها بمطرح تاني، يعني بتقولي لا هيدي شغله ثانويه عندي، ولو خسرتها بس انا بدي اربح الاهم اللي هو انا كرست حالي كرماله. هون بتقولي لي تكون مشيئتك، لانه بس يكون حقيقه ربنا مليلك حياتك ما بيعود فيها الصغار او الامور الصغيره باللي بتقطع معك بحياتك، وبتصير تقولي انه هاو سخفات وبتقطع، بس مع الوقت تفهميهم. يعني بوقتها بتكون كتير صعبه، بتبكيكي يمكن، بتكسر لك من حالك، من عنفوانك، بتكسر لك من يمكن الحماس اللي بتكوني عايشه فيه، وبتلاقي بعد وقت واللي هو كفيل بحل كل الامور، لا هيدا بيتنشط عندك بنضج اكبر، بمعرفة كيف تتعاملي مع غيرك أكتر، قديش تستوعبي غيرك أكتر، تشوفي كل إنسان وحكايته، كل إنسان وتعقيداته بالحياة، وتغمري أكتر مش العكس. يعني بدأ بعرف إنه هيدا اللي عم بحكي كتير صعب وما حدا بيوصل له بسهولة، بده وقت، وأنا بقول مني من حياتي إنه بعدني بشغل عزيتي كتير، لأنه بس هو حلوين. يعني الحلو إنه مع الوقت بتصير تفهمي إنه هاو اللي بيعملوكي، إنه هاو اللي بيخلوكي تكوني إنسانة عمياء أكتر، روحانية أكتر، تستوعب الآخرين. بعد شوي بتصيري أنت عم ترشديهم باللي أنت مرقت فيه لأنه عندك هالخبرة، وإلا ما بتعرفي تكوني أيدة أو تكوني رفيقة لهالناس من دون ما تكوني عم تحسي بأوجيعهم. وهذا من إيجابيات تقربنا نحنا بين حياة رهبانية وعلمانية، لنعرف شو مشاكل العالم وشو أوجاعهم، تتحسي معهم أكتر تتقدر تكوني عم بتصلي لهم وعم بترفقيهم. إذا بدنا نشوف سار مارانا يمكن من 6 سنين وسار مارانا هلأ، عشو ماتت سار مارانا وعشو خلق فيها؟ ليك أنا وقت فت على الرهبة نمت على كتير قصص، وهي دول عم جددهم، يعني من 6 سنين لهلأ. أنا ما بعدت كتير لأنه بعرف أنه كنت سلكت نص المسيرة. لا بقصد أنه من 6 سنين لهلأ مش كتير ميتة عن قصص، بقدر ما الموت الأساسي بس متت لأحيا مثل ما بيقولوا. أنه أنا وقت اللي فت على الرهبة نتخليت على كتير قصص، وكانت إذا بدك نهائية عندي، بغض النظر أنه الرهبة بترجع بتعطينا كتير إشياء، وأنا بشكر هون رهبنتي اللبنانية المارونية، بشكر دايرة دار مريوس فجربتا، بشكر النعمة أنه أنا عايشة بدار قديسة، بشكر جماعتي اللي هي عائلتي بكل معنى الكلمة. يعني بشكر عم بخبرك كل هيدول تقليك إذا أنا عندي من العطاءات. بشكر معهد القديسة رفقة وجوقة وكل مجلس إدارة والأساتذة، بشكر كل الحاضرين وعم بيعطوني، يعني نحن هيدا كله اسمه نمو. بس مع هيدا وكله إنه النمو اللي أنا أو الموت اللي أنت قصدتيه، مت بالتخلي عن كل شيء، وكل هيدول اللي بعتبر عائلتي ومسيرتي والمساعدتي لأوصل، بس الهدف الأساسي هو دعوتي. يعني هذا اللي بدي أقولك، إنه
التخلي صار عن كل شيء حياة خاصة وصرت للكل وبالكنيسة. يعني رغم أنه طبعاً هذا اللي كنت عم قلك الرهبنة عطتنا كتير، بتعلمنا، بتوصلنا لمطارح تخلق ثقة بالعالم فينا روحياً وعلمياً واجتماعياً، ولكن مش هو بس هدفي، هدف الأساسي هو أنه كون راهبة. بتسقط كل العناوين أو الألقاب وبتبقى كلمة راهبة بحياتي. نعم. مسار في كتير رهبان ورهبات، بس مش الكل رهبان ورهبات قديسين. شو قصدك أنك تكوني راهبة؟ هو القداسة طبعاً إذا بدك حلم لكل واحد، ومش بس الراهب والراهبة. يعني مثل ما بتقول سانت تيريز، أنت كمان فيك تكون قديس. هي القداسة مشروع المسيحية، مشروع العالم كله، مشروع يسوع المسيح بتجسده صار إنسان كرمال ليرفع كل إنسان ويرجع يرده على صورة ربنا بغض النظر شو دينه. يعني كل واحد بيعيش برسالة المسيح الحقيقية بيكون إنسان كامل. والقداسة هي كمال الإنسانية. يعني اليوم نحن اللي عم نعيشه هو ألم بحق الإنسانية. يعني اليوم وقت اللي بتشوف الإنسان عم يقتل خيه الإنسان باسم ربنا، هذا أكيد مش ربنا. أنا ما بأمن بهالدين اللي بيقتل باسم الرب. من هيك القداسة هي قديش أنا قادر أعطي حياة لغيري بكل معنى الكلمة. والحياة هي عطاء مجاني، هي حب، هي نمو غيري. وهذا الشيء ما بيكون إلا إذا أنت حقيقة عشتيه. يعني ما فيك تربي ابنك على الإيمان إذا أنت مش مؤمنة، بضل بعيد عنه. من هيك هي عيش، والعيش هو اللي بيعدي غيره. قديسينا عطونا مثل كتير كبير بهالموضوع. على قديش الإنسان قادر يحقق هالقداسة بترجع كمان لقرار كل واحد. في ناس بنص الطريق قد ما بيتعبوا بيسلموا سلاحهم بيقولك أنا مش قادر أكون قديس. الحلو أنه ضلي كل يوم تقولي بدي اشتغل على قداسة نفسي، وبغض النظر وين بتكوني. يعني القداسة منا بس للرهبان والرهبات، وهيدي معروفة خاصة بعد المجمع الفاتيكان الثاني يلي أعلن القداسة أنه لكل العالم. إذا كل واحد هو بيحب يكون قديس، وياما في ناس بنقول عنهم هيدا بي قديس، هيدا أم قديسة. ليه؟ لأنه بتعطي هالفضايل الحلوة، هالمطل الصالح قدام الكل يلي كلنا نتمثل فيهم. نعم. سر مرانا، اليوم من النجاحات اللي حققتها جوقة القديسة رفقة والمعهد اللي عم بينما أكبر أكتر وأكتر، كيف بتقرأ سر مرانا؟ نعمة وبركة من قديسة رفقة، لأنه ولا مرة كان في تصميم على شيء بدنا نوصل له بقدر ما أنه بدنا نحقق رسالة محددة بهالمكان بمعهدنا. أنا عطول بوجه الكرة الأطفال وكبار على الهدف الأساسي اللي هو مش موسيقى، بقدر ما أنه نعيش عائلة حقيقية، عائلة مسيحية حقيقية. هدفها الحب، التقرب من بعضنا، الاتحاد، عكس ما بيصير بالأجواء الفنية، عدم الغيرة. لأنه أنا بس شوف في أي نفسية من هالنفسيات شي بزعلني وبعبر عن هالشي بشوية من الزعل، أنه لا هيدا مش نفسيتنا. ومنركز على الفرح واسم الله. يعني بهالمكان شبيبة كلهم نخوة، كلهم عطاء، كلهم خدمة مجانية. يعني بديك تحسسيهم بالنتيجة أنه هيدا بيتهم وهيدا اللي هو بحسوه، لبل أنه أنا وقت بحس حالي ضايفة عندهم لأنه قد ما هني أهل البيت بكل معنى الكلمة. هيدا هو هدفنا، لأنه هيدول بيبقوا. صحيح الموسيقى هي وسيلة التعبير عنا، وإذا العالم بتحبهم لأنه بتحس هالنفس اللي عندهم، النفس الحلو في روح طيبة، في فرح، في صدق. مش بس عم نشتغل على القسم التقني، دون شك أنه أنا بشتغل، ودون شك أنه هذا التمارين اللي بنعملها صعبة. هون بوجه لهم كلهم تحية، لأنه حقيقة بيتعبوا كتير لتحقيق هيدا الشيء. وبوجه كمان تحية لسر راغدة اللي معي، اللي عطول كمان حاضرة معهم، وحضور الأم. لأنه حقيقة نحن إذا ما منكون كلنا عم نكون صادقين معهم، ما بيقدروا هن يكونوا صادقين. فهيدي الشفافية اللي مشتغل فيها هي أحلى تعبير عن نجاحنا. بعتبر النجاح اللي عم نناله هو بقوة ربنا وقديسة رفقة، هي روح رفقة يلي موجودة بكل واحد فينا.
وطبعا بنبسط بالنجاح الفني والخارجي، بس انا برجع بقول انه مش هيدا هدفنا الاساسي. هدفنا نضل بروح رفقه مطرح ما بنكون، بغض النظر اذا كنا عم نغني مزامير لربنا او اغاني الوطنيه او اغاني الكلاسيكيه اللي مع هاد الموسيقى قايم حتى باتقان الفن. هيدا طبعا بايد، بس والايد الثانيه هي عايش الانجيل الحقيقي على ضوء احوال روحانيه رفقه. نعم سير مرانا، البابا فرانسيس كمان يمكن لمس شيء معين وقتا كنتوا موجودين بالفاتيكان، إذا فيك تخبرينا شو الحادثة اللي صارت معكم وقتا كنتوا بزيارة للفاتيكان؟ على هيدي الحادثة التاريخية كانت كمان إذا بدك البركة كمان زيادة من ديس رفقة، يعني نحن حضرنا على ساحة الفاتيكان كرمال الأوديانس تبع البابا، وهو أهل بكل المسيحية والعالم الزوار اللي جايين من الشرق من العراق ومن لبنان، وبيقول خاصة بجوة القديس رفقة، وهون الشباب كانوا على الساحة على يمين البابا وعملوا هيصة كتير كبيرة لأنه البابا ذكرهم، فبيطلع فيهم بيضحك لهم. من بعد هيك بتعرف بيمرق البابا بيسلم على الأشخاص اللي بيكون طالبين الإذن يسلموا عليه، وهو عم بيسلم بيقلن البابا انه انتو اصواتكم رائعة، غنوا الساحة لألكن. بهالوقت كان الكورال عم بيغني له، انا قلت بيكون مش سمعه لانه بتعرف الساحة كلها برا يعني ما في ميكرويات ما في شيء، وهون عيني للبابا قدام انتبه لكل انسان موجود، يعني حساس لدرجة انه من قاطع لقاطع كان عم يسمع الكورال يصال يقلن غنوا اصواتكم كتير حلوة الساحة لألكن. بقى اللي صار انه الكورال هيصوا هيك، وبعدين سألوا انه شو بيصير هلا، قلت لهم بيكمل سلامات وبينزل على الساحه التحتانيه ليكمل بركته للعالم. فهون قالوا لي شو يعني بالتلياني تعا، قلت لهم انا فياني، بس انا ما عم بتصور ما عم بتخيل انه الكره رح يعيط للبابا فياني يعني تعا. فاللي صار انه عيطوا له وصاروا يقولوا له بدهم كمان فوتو، كان ابونا فريد صعب معنا، صار يقول لهم يلا من كمان بنقول له فوتو. فصار البابا عم يسلم على العالم يطلع فيهم انه جذبوه، انه شو عفويين، وما بعرف شو صار. بعيط للامن اللي معه بيقول له فوت لي جوات القديسه رفقه كلها على المدرج وانا جاي لعندهم. وهيك صار بقى وقت اللي وصل لعنا، وصل اول شيء قاله هلا بدي اعطيكم بركه تضلكم مجموعين وتربنا يبارك اعمالكم، وسالنا شو عم نعمل هون، قلنا له نحن باحتفالات عيد مرمرون، وعطنا البركة، وبعدين رفع إيده وقال لهم رتلوا الساحة لألكم ورجع كمل سلامه. فهيك كان شيء طبعا مؤثر. اللي أثرني من بعد السفرة وقت اللي جيت أحكي مع كل شخص من الجوقة شو كان شعوره كيف كانت هالسفرة عليه، كلهم اعتبروها هيدي رسالة من رفقة عم بتقول لهم خلوكم موحدين، أنتوا عائلة واحدة، إنه هيدي بركة فوق بركة. انبسطت كيف فسروها، وحقيقة إنه هن الفسروا هيك يعني انه هيدي رفقه عم تحكينا انها راضيه علينا. ترى ان شاء الله اليوم العذراء برايك قديش بتلعب دور انه ممكن توصل الانسان لعند يسوع؟ لكن احنا تربينا على حضور العذراء بحياتنا لان ام، وبتعرف بالليتورجيه المارونيه بزمن الميلاد في هيك مرمايه كتير حلوه بتقول انه السماء بتقول للارض نيالك عندك ام، رح اعطيك الله تعطيني ام، واخذت العذراء ام ليسوع المسيح. وهون في رسالة لكل امرأة توعى حتى على دورة يلي بتجسده من خلال مريم العذراء. تعودنا من احنا وصغار نحمل مسبحة ونصلي، في كتير ناس يمكن لو ما بيصلوها بيحطوها بجيبتهم تتحميهم لأنه بحسوا بالسلام معه، لأنه الأم مطرح ما بتكون إذا حقيقة أم، برجع بقول إذا حقيقة أم، هي بتعطي حياة، بتعطي أمان، بتعطي ثقة، لأنه مطرح ما بتكون هي بكل خدمتها مجانية، يعني بطبيعتها بدها تعطي من ذاتها. العذراء هي هيك لقلنا يعني بتحافظ علينا، بيهمها كل إنسان، والأم بتلعب هيدا الدور لأنه ياما في ناس بتحس ما كانوا مؤمنين أبدا رغم أنه أهلهم ربوهم على الإيمان، مثل مار أغسطينوس وقتا اللي أمه مونيكا ضلت صلي له تيرتد، وليكي خلصت ابنه وطلع أهم في ملفين بالكنيسة. زيت الشيء بكتير أشخاص نحن منشهد على حياتهم، بس يجوا لعنا على دير مريوس في جربتة على المزار بتسمع أنه هيدا الشخص أو هيدا الشخص كان مش مؤمن أبدا وماتت أمه، وقد ما أمه كانت تصلي له بيقول أنا جاي أرجع أحيي
ذكرى أمي، وأنا ارتديت على الإيمان من وراء أمي يلي كانت تصلي لي، وهلأ صرت أعرف قيمة أمي وصرت أعرف قيمة صلاتها وقيمة حضورها بحياتي، لأنه كانت عطول تحمل المسبحة وتقول لي يا عدرا خلصي لابني. فياما في ناس أخذت دور العدرا واتكلت عليها والعدرا خلصت لأولادها. عم بحكي عطول بدور الأم، يمكن بطبيعة أنه أنا كمان امرأة، بزيت الشيء مع الأباء. يعني ياما في أولاد ورثوا كتير إشياء ومحبتهم للعذرة وتعبتهم للعذرة من وراء بيهم يلي بيفوتوا على الكنيسة أو بيفوتوا على الأوضة بيلاقيه راكع قدام مزار العذرة. كتار تحرروا من هالقصص وبالنسبة لألهم صاروا فوقها. لابد أنه يعولا بس يفكروا بس بأمهم قد ضحت بحياتها كرمالهم، قد صلت لهم وقد حملتهم هي وفوق بالسماء بهالنوايا الطيبة، بيشعروا قديش حضور العذراء قوي. دون شك انه كمان الخلاص المسيحية وقت اللي المسيح تجسد من العذراء من الام عم يعطيها الدور، وهي باب السماء وكل ام باب للسماء. والعكس تمام، يمكن في كتير ناس بتقلك انا امي نسيتني، انا امي بتحب حالها على نفسي، هذا بيجرح بالحياة. وما في شيء بيخليك تكوني أداة أو باب للسماء للخلاص إلا ما تشوفي كمان في ناس قدامك شجعتك. وانتبه، الأهم إنه العذراء هي حاضرة دائما وأم الكل. يعني بقول لكل المجروحين يمكن من أماتهم لا سمح الله، إنه إذا الأمكن قسيت عليكم بهالدنيا، أم السماء فتحت لكم بابها. وهذا أهمية حضور العذراء اللي هي أم الكل. ودون شك انه معلمتنا كلياتنا، والاهم انه واحد يضل يعرف يرجع لهالباب. سار مرانا، انا بتشكر حضورك، بتشكرك على هالخبره الروحيه الحلوه اللي اعطيتينا اياها. شكرا لكم، بشكر الشباب كلياتهم، ميرسي على دعوتكم، وربنا يقدس عيالكم لانه مثل ما لاحظت كلكم مجوزين، وتضلكم بهالرساله الحلوه.